انا اكره الدنيا صافي، اي حاجه حطيت فيها يدي ما تصدقش. ما عرفت علاش اسيدي ربي تيوقع لي هادشي، ما عرفت علاش. علاش ومخطر صاحبي؟ اش كدير يا صاحبي؟ تطلع على صاحبي يقول هادو بلا واش طار راجل وبعد من زكريا بعد ومخطر. الو ايه ايوا زريقه، عندك الغاشي دير لينا ديان. ايوا سير ونديرو ليه تاج فوق راسه. ودور اخوان، السلام عليكم. قبل ما نبداو الفيلم جبت لكم واحد من افضل المنصات ديال التداول بالانترنت وساهل، اللي سميتها بينوم، اللي يمكن الارباح ديالها توصل 90%. الارباح ديالك من راس المال الا كانوا الصفقات ديالك ناجحه. المهم هاد المنصه راه كاينه حتى في التليفون، في اب ستور وبلاي ستور. المهم يعني يمكن لكم تخدموا غير بالتليفون ديالكم. المهم الا دخلتوا من اللينك اللي في الوصف، المنصه غتعطيكم $1000 في الحساب التجريبي ديالكم باش تعلموا مزيان قبل ما تحطوا فلوسكم. وإلا بغيتوا تحطوا فلوسكم تتحطوهم من هاد البلاصة، وهذه هي البنوك اللي تقدروا تدفعوا بها. ولا حطيتوا الكود برومو ديالي، راه الثمن اللي حطيته غيتضرب في جوج، يعني $200 غتولي $400. والطريقة باش تربح الفلوس هي غتجي هنا وتحط الفلوس. مثلا أنا دابا حطيت $50 وغادي نختار شحال ديال الوقت. من بعد غتوقعوا واش السهم غادي يطلع ولا غادي يهبط. انا غندير السهم غيطلع، وكيما تشوفوا انا ربحت هذا البخي. وقبل ما تدخلوا لهاد المنصه خاصكم تعرفوا بانها موجهه للناس اللي فوق 18 عام، وراه تقدروا تخسروا راس المال الا كانوا التوقعات ديالك خاطئه. انا اكره الدنيا صافي، اي حاجه حطيت فيها يدي ما تصدقش. ما عرفت علاش اسيدي ربي تيوقع لي هادشي، ما عرفت علاش. علاش ومخطو صاحبي؟ اش كدير يا صاحبي؟ تطلع على صاحبي يقول هادو بلا واش طار راجل وطلع على صاحبي ومخطو يديك الله صاحبي. يلا خويا مخطو، راه يديك يقول هادو بلا واش طار راجل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تدي من خرجت مخرجة ديسك سميتو، ما عمرني ما سمعت هاد المخرجة انا. لا اتق الشر من احسن اليك، سرتق الله. او شكون صيفط ليا انفيتاسيون؟ اش كتبيني حجابي عفاتي؟ الله تندخلو نشوفو التصاورة، قتلونا بالاسماء. شتي هادي ما دايره لا تصاور لا والو، دي باينه شي كوفر هادي. الله تصيفط لها ميساج. الله تشوفني. وعليكم السلام سيكي، فرنسيتي كاين اختي؟ راه انت اللي شكون؟ انت اللي مصيفطه ليا انفيتاسيون ديالك ستيكي. موا ايا دو كازا، واشي ولا فيه القلوب اسي. وصيفطي ليا شي فوطو شهنا، راه ما تبغوش نعيقو عليكم، ولكن دابا غنبدا نبارلي معاك بالفرونسي. راه سي بيان سي بيان سي بيان فرونسي سي بيان 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 بيان. اي قراتو، ولكن عندي الفرونسي انا زايده نغزق، ما غتفهمنيش واقيلا والله اعلم. ما عرفتش ني راه الدريات هادو متيسمعوش، راه قلت لك ما غتفهميش الفرونسي ديالي. وتي التصويرة هادي غتجيبها من غوانتانامو ولا منين؟ اواجا لالا خويا ما كاينلاش، انا راه خايبة مني ما كان. هادي خايبة، هادي هي اللي غتقبل بيا، كون كانت زوينة كون هربت. ميساج اخر وصيفط لي سي فوطو نتايا. هادشي مالك يا زربان؟ تخلينا نتعارفو بعدا، ومي غتجي راه غنتشوفو مباشرة.
مالاش الضحك؟ اوك ان شاء الله مزيانة مزيان كلشي يكون عرفتي. انا دابا عندي واحد الشيء مهم 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 بزاف، تنجي في الليل ونهضر. راه عندي شي مع في الدرب. بخير وداك انت باقي مكالي هاد الحيط؟ وراه بسببك باش وليت مكالي الحيط انا، خرجت عليا من الخدمه. لا ما تفكرني اخويا، شو عيب صافي نسى عليا اخويا. حقه ما عاودش لك. لا جاتني انفيتاسي في فيسبوك. انت ما كتش على فيسبوك اصاحبي؟ لا لا الدريه دي منا ترى تلقى الجيله اللي داير سميت سوسن. اول مره اخويا زكريا غتجيني انفيتاسي في حياتي، اطيح لي المعنويات يا صاحبي. هز لي المعنويات يا صاحبي. دابا شنو المطلوب مني؟ اش بغيتي ندير؟ عرفتي شنو المطلوب مني؟ لا. المطلوب منك هو انك توريني كيفاش نهضر معاها. كيفاش نهضر معاها؟ يلا شبيه فين غادي تشوف؟ يلا انا نوريك. ومو خير ومو خير. نوض صاحبي شنو نوض ناري عاوتاني تا صاحبي تنهار الروبو صاحبي من نعسوش فيه. صافي عندك الروبو تبقى ناعس، سمو تحرك صاحبي شويه. فين هي الوالده دابا؟ فين هي امك صاحبي؟ راه مشات للسوق صاحبي. ناري مشات للسوق وما خلاتني انا حتى الفطور. شنو انت حتى الفطور؟ ناري مالك تمام؟ ناري شويه صاحبي تمام. دري ما درتش فين دري؟ طواطمان تمام. هذا ناري كنت موحدة باش نهضرو في الليل وما هضرتش معاها. ناري 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 على ميساج قداش جريدة هذه ماشي ميساج سيناريو سيتو. اجي اجي اقرا اجي اقرا. شنو هو؟ اجي اقرا لي هادشي. شنو شنو المهم؟ قالت لك صباح النور البارح وعدتيني باش تدوي معايا وما صيفطتيش ميساج. المهم انا جاية عند خالتي لكازا ومنا نتلاقى بيك بطبيعة الحال الا بغيتي. تلقى بيغ وريح قالت لك اخويا صو زكريا دبر لي على شي حطه واعره ان شاء الله غادي غادي ندوخها بلاتي غطيح خاص تخاف فلاقه هاد لافير مسوقره مسوقره مسوقره. شوفي انكتب لها شوفي انايا غتلقيني فلاقه واقف حسكه ودير ورقه وفيها مخيط ركزي على مخيط. صيفط لها ميساج شوف ناضي صافي ناضي ما تخافش. ويلا يلا دابا نوض باش ندبر لك على شي حاجه. دابا ويلا نوض اش كنتسنى وصافي تعطيني الناس والله يلا صافي. الو الو ايا انا رايح للمحطه. وصلتي؟ اش لابسه؟ الغوز و صباط كحل ياك؟ صافي حي ياك ياك. شوفي هو راه عنده واحد الغرض وانا ولد خالتو صيفطني باش نجيبك. وبلاش نعيط ليه نشوف؟ بلاتي بلاتي بما عرفتي لي نمشي للطواليت ونمشي. الو مراكش 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 خويا خلينا نهضروا اصاحبي. خويا راه حنا هنا قدامين مراكش مراكش صيفط لك مراكش مراكش مراكش. شوفي ايا راه صيفط لك ولد خالتي راه تيقا ودري معقول راه يوصلك حتى للدار. مراكش 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 شنو هو؟ مراكش مراكش ماشي صوت المحطة. لا راه عندك مراكش مراكش مراكش. خويا واش بنت لك مراكش هنا؟ خويا راه انا خدام هنايا. خويا عطيني داك التيكي شري من عندك. شري من عندي كلشي يلاه صاحبي. خويا سير فحالك اخويا سير بدعك. عطل ما عرفتش فين مشى. سمحي لي تعطلت عليك. لا ماشي مشكل كانت طواليت عامره
عايشي صوتك تشابه انت ومخير. وراه حنا دريكر حنا صوتنا تشابه. حنا بحالك حنا عطانا مراكش مراكش مراكش. يلا يلا زيد يلا زيد مراكش مراكش. والمرأة اللي ماشي شوف خيز تبارك الله كي داير ماما؟ لا بس كانت عيانه شويه شي بخير الحمد لله بدات كتشافى الحمد اويلي اسمح لي بزاف جلس اسمح حبيبي هاد الاول صيفطوا لي واحد السيد اللي كنت ناوي نتلاقى معاه ومالو علاش ما جاش والله ما خالتي عرفت السبب وهذا راه ولد خالته ودخلتي ودخلتي راه مهم عندو واحد المؤتمر خاصو يحضر ليه وامتى غادي يجي من هنا يومين يكون عندك ايوا ان شاء الله وليدي وفي هاد يومين راه قال لي ودخلتي ايام ما يتخصها حتى حاجه هاد يومين هادي غنبقى تابعك بحال ضلك جاي الموزي في الحلاوه الله يرضي عليك وليدي شكرا وانت هاد الولد اللي جاي على قبله اش بغيتي تم من بعد ونشرح لك اخالتي ياه عرفتي رقاتيني الجور ويلي نسيتكم صافي نغلى نطيب لكم شي حاجه يلا ما كليت والو في الحال صافي حبيبه ديالي لافافو فين جا والحاجه دير لي معاك شي مسيمنات الله يرحم لك الوالدين كي لافافو فين جا انت تدور مع هكا لافافو هوك كاين الماء سخون كاين كلشي والله لقيتني جاي عندك اجي اجي جوج اجي اجي قول لي عمد راه درتي مع خاتم خويا راه ما قدرتش نواجهه وقلت له انا راه ود خالته ناري اش قال لي قدرتش والله ما قدرتش واش مسطي اخويا ما قدرتش خويا اخويا انت من اكبر دمدومه شو على الوجه الارضي اخويا زكريا ما قدرتش صاحبي ما ناري اش غندير دابا اش غندير نمشي نشري واحد جوج تليفونات وجع الله خير الله هذا ديال اللي جاي على قبله وهذا ديال ولد خالته هذا صباح الخير خالتي صباح الخير ايه كي دايره كي صبحتي شويه ياك عجبك الحال بعدا انت مرتاحه بخير دابا جيتي معايا البراد يلا حطيتك معايا شي بيزا ديال ياتي اوكي ني سوا كاين غير غير الو فين اختي ايه بخير لاباس شوفي المهم راه دي النمر ديالي اي حاجه خاصاتك عيطي ليا صافي بلا ما تبقاي تعيطي للمخيط صافي شكرا ربي يخليك مزيان من اللي عيطتي عليا حتى انا بغيت نمشي للقيصريه ناخذ شي حويجات نشري شي حاجه وبغيت تمشي معايا تكون في جنبي ايه مرحبا ايه مشيو ولا لا حنا مشيو تلقون طوانا وحنا من حنا اش غنخسرو حنا كاع ايوا صافي يلا من هنايا ساعه نتلاقاو نمشي انا وياك يلا واخا انا نتسناك صافي كوني هاني يلا حي الله نخرج معاها الله يا اللي قدرنا نقيمو ونديرو له تاج فوق راسه يا اللي قدرنا نقيمو ونديرو له تاج فوق راسه ايوب ويلا خسر ودار غلطة غادي يخلص في البلا عيفون شجبت ابن غرا الاخور يطير وداك يجري ودي بوين غادي لحقان الاخور يطير اي شدودنا وليان اصحابي يا
تخلط ما ناش كيف كيف قول هوي قول وين كامر نصادف وين ما ناش يطيحين احنا حاجة نبنا مغلف بالنحاس ملتو مالا حديد مصدي تهفو في الناس تهفو في الناس نديرو له تاج فوق راسه ويلا خسر ودير غلطة غادي يخلص في البلا يا شجب الدب الغراب لاخور يطير وديك يجري والدب وين غادي لحقا لاخور يطير اي ويطير جدودنا وليان اصحابي ما تخلط مانيش كيف كيف قول هاوي قول وين كبر نصادف وين مالاش يطيحين احنا حاجة ابن مغلف بالنحاس مالتو مالا حديد مصدي تهفو في الناس تهفو في الناس عاود لك الزكريا الله يديك راه من قويله وانا مع ايه تدور بيا ويلي ايه ومزيانه صاحبي عاود لي لافير كيفاش دازت صاحبي اش غنعاود لك اخويا زكريا من الصباح وهي تتسولني على مخيطه كي داير في الشكل ديالو الهيئه ديالو امتى غيجي دخل لي لخاطري لا انا باقي ما شفتوش ودخل لي لخاطري وما عارفانيش بانني انا هو مخيط واخويا تلي مشيتي نهار الاول قلتي لي انا ولد خالته واش كيدرتي لا في الاول واجا قول لها شنو كاين ندمت اخويا زكريا ندمت لاش قبلت هذيك انفيتاسيون ندمت وشاري جوج تليفونات بجوج نوامر غير باش نهضر معها بكل شخصيه بوحدها مزيان من عندك جوج نوامر ودابا غتعيط لها بالنمره الشخص اللي جاي على قبله اللي هو ولد خالتك وغتحاول تكرهها فيه اللي هو انا ها وانت غادي تحاول تقرب منها باش تنسى ولد خالتك باش ما تبقاش تسولك عليه وراه مع الوقت راه غتبقى انت راسك وانت غتسوق غير لاخر ها ودي من فمك الله هادشي اللي بغينا المهم يلا معايا باش نعطيك صافي اخويا نمشي معاك دابا يلا يلا جابك الله اختي برزتيني بزاف والله اختي مبقاش عيط عليا واش انا قلت لك جي شنو ياك مخيطه سري انا اللي دايره في كراسي سري انا جاي من مدينه لمدينه على قبلك باش نشوفك ولد خالتك احسن منك بألف درجه والله الا احسن منك بألف درجه ما قلتي كلمه العيب دابا يلا سيدي مع السلامه واخيرا الخطه نجحات وبنت انا احسن منه وكرهتها فيه هادشي اللي بغيت انا والله عينو نصوني الا دابا ولد خالتو نقولي على هادشي اللي دار ليا الو ايه مساجك مبدل شو عيب شفتي ولد خالتك اش من دار ليا عرفتي انا اجلت شحال من حاجه على قبلو جيت من المدينه للمدينه على قبلو واليوم كيجري عليا
عرفتي بقى فيا الحال ما ضنيتش هادشي كامل غيخرج منه بزاف بزاف. عييت عييت فينك دابا ما كرهتكش تخرج معايا نبدل غير الجو عييت بزاف. انا دابا جاي عندك دابا. صراحه شعيب كنت محتاجه هاد الخريجه والله ونسيتيني داكشي اللي دار ليا ولد خالتك. انا راه بلو فرحات عليا نعاونك وداكشي ولكن انت ولد خالتي راه فشكل والله قلبه بيض. المهم خلينا من ولد خالتي وداكشي الشرب. عصير ليمون. عصير ليمون اختي واحد عصير ليمون وقهوه كحله نوار. شكرا. كي جاك العصير شربي وقولوا لي كي جاك العصير. شكرا. الله يجازيك بخير. ايوا عاودي ليا كيفاش تبغي فارس احلام ديالك؟ ايوا انا سيدي انا كنتيش في الزين انا كنشوف الداخل ديالو يكون ظريف يكون حنين بزاف ديال الحوايج بحالك انت يا بحال انا. الله يجازيك بخير. جيتي تدق عليا جيتي تدق عليا. قولي لي ود خالتي مابقاش في بالك؟ بتاتا انا نسيته نهائيا. بقى نسولك عندك شي علاقه في حياتك؟ لا هاد الساعه مازال ما عندي حتى شي علاقه في حياتي. ايوا نتمنى يجيك شي ولد الناس ان شاء الله. ايوا شرب الليمون شرب الليمون شرب الليمون. شكرا. شرب الليمون واش عجبك دير فيه؟ ودور ايوا زريقه عندك الغاشي دير لينا ديان. ايوا سير سير المكاوي قلب المكاوي وقلب المكاوي. ايوا الرويده مبيسه مخيطه يا صاحبي. ويلي تيري يا صاحبي مخيطه مخيطه. عامل وليده زكريا زكريا ودخليته هو من نقولوا حنا نعيطوا ليه بحال جاي من الصومال. سير مخيطه صاحبي سبعين الف ابل سبعين يا خويا سبعين. انا متنا كاع بغيت نقول لك واحد الحاجه حتى ما نقولو على صاحبي حنا نعيطو عليك اصاحبي راه مشيت تفاهمت معاه وداك الشيء. يلا اطلقنا صاحبي قولنا المفيد صاحبي قول اش عندك. شوف اخويا زكريا راه خرج مع ايه ولمحات ليا راني نتا نعجبها. ويلي متاكد من هاد الشيء باش عرفتيها؟ باش عرفت اخويا زكريا خرجت معاها وسولتها على الفارس احلام ديالها قالت لي انا ما عنديش مع داك الشيء ديال الزين وداك الشيء انا باغي شي واحد باغي الجوهره ديالو ظريف والمهم هو الاخلاق. وقالت لي بحالك يعني انا تنعجبها يعني الخطاب موجه ليا انا وصافي. ضرب الحديد دابا ما حدو سخون ونوض دابا قصد الدار. ابا ناس راه ما قلتش لك دابا راه قلت لك زعما في اقرب وقت خاصك تمشي عندها. تمن انا غنزقلها حتى غدا ان شاء الله غنقصد الدار. دابا خليني نقشل حتى سير خلاص سير خلاص. ناري على الله ما يكونش با راسه قازح بحال هاد الثلج هذا يا ربي. الله يرحمك ابو مصطفى قاشا غرافاتك الله يرحمك. الله انا فرحان اليوم غادي نخطب دريالي تنبغي هاتي عزيزي الوينات يكونوا زوينين. السلام عليكم خالتي بخير الحمد لله الله يحفظك. شعيب اشنو كدير هنايا؟ شوفي ايه معدي ما نخبي لك نهار بركنا في قهوه حسيت براسي تنعجبك انت تعجبيني ولهذا انا باغي نجي نخطب لك من دارك. كيفاش كيفاش شعيب نقول لك واحد الحاجه وما تقلق مني ما والو انا مجوجه. كيفاش انت وليدي ما دير فراسك حتى شي حاجه هو راجلها. كيفاش مجوجه داكشي اللي عشناه وداكشي اللي قلتي لي كله كذوب داكشي شعيب انت بالنسبه لي كنتي غير حاله. كيفاش حاله؟
البروجي اللي كان عندي في الماستر هو انتحار. انتحار؟ قبل من عام كنت حاولت الانتحار. علاش؟ علاش؟ ومخطط صاحبي اش كدير صاحبي؟ تطلع على صاحبي يقول عدو بلبش طراجي وبعد منا زكريا بعد ومخطط انت هو الحاله المناسبه للبروجي ديالي. شو مالك بنيت؟ علاش عيشتي في الاوهام؟ دابا هادشي كامل اللي عشتو معاك بالنسبه لك انت هي انا غحاله. دابا عاد غنتعرضي بالصح. ناري 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 ناري